طيب انا دار اقول عن انه السلف او انصار السنه انه هم ما بيتناقضوا مع زول الى ما لم الزول ده انه هو شنو يكون اخترق الدين او الشريعه الاسلاميه، وده واجبنا نحن كمسلمين نحن الدين بتاعنا ده نكون يعني ناس غيورين للدين بتاعنا. ها يعني مثلا واحد انسان يمثل لك فيه هو انسان مثقف ويجي يعني يسرد لك مصطلحات علميه، يعني حتى الطلبه ذاته ما عارفين معناها شنو، يعني سوقا بالعاطفه ساي انه كده وكده وكده وكده، والامور دي ذاتها تجي تشوفها انه بتجي تلقاها يعني امور متنافيه مع الدين الاسلامي، يعني ما بتتواسى مع سمحت الدين الاسلامي ذاته، وبتشبهنا هنا ك يعني نكون ناس مسلمين، يعني ولينا مكان يعني نحن كمسلمين حياه زي دي ما بتشبهنا. لابد انه يعني الطالب يكون طالب واعي وطالب داري، يعني وطالب فاهم شديد، يعني وفق الله جماعة أنصار السنة المحمدية هنا يعني تماما، يعني ما شايفين منه قاعد يقولوا كلام غلط ولا كده، وكل كلام يعني محسوس وملموس يعني وظاهر شديد، كلام يعني ما في أي عواجب. تسلموا شديد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين، وبعد الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزا الله خيرا الأخ المداخل على هذا الظن الحسن، و يعني هو ذكر نقطتين. النقطة الأولى إنه قال ما بيختلفوا مع الزول إلا يكون مخالف للدين، وهذا في المنهج يا أخواننا، أما نحن كأشخاص ما معصومين، يعني قد تلقاني انا اللي بتكلم لك بالحق والدليل قد اخالف الدليل. ولذلك قال الامام مالك رحمه الله ورضي عنه قال ما منا احد الا راد ومردود عليه الا صاحب القبر، واشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده الراجل الوحيد على نحن اخواننا بنسمع كلامه ولا معقب لكلامه عليه الصلاه والسلام. اما جميع المتبوعين حتى ولو كان امام من الائمه ما بيجوز يا أخواننا إننا نتبع إلا بدليل. حتى الإمام مالك، حتى أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما غير ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاستنوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما لما قال للناس في متعة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، قالوا له ولكن أبو بكر وعمر يقولان كذا وكذا، قال يوشك أن تنزل عليكم شنو يا أخواننا حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فلا بد يا أخواننا إنه الناس تفهم أن العصمة للمنهج. المنهج معناه شنو؟ معناه الدرب، يعني أنت من هنا لو ماشي الميناء عندك ثلاثة شوارع تمشي بين، ما مشيت بين ما بتصل الميناء مثلا، يعني ماشي السوق تاخذ شارع معين بتصل السوق، هذا هو المنهج. ودر ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأما عن الرجال والناس ربنا قال ألف لام ميم صاد كتاب أحكمت آياته ثم ربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا الإنسان الماشي على الحق خالف الحق فيرد عليه، ده برضو من الدين يا أخوان، وإلا فسد دين المسلمين كما فسد دين أهل الكتاب. فنرجو فنشكر للأخ يعني هذا الظن الحسن. وذكر الأخ إنه في ناس هنا بيجوا يذكروا مصطلحات وكثير من الناس ما فاهمينها، قال على حسب تعبيره في الجامعة، ولعل يكون دير العلمانيين، مش الواحد تلقاه يجي هنا ويتجدع وإن الأصل كإنكفاء والحداثة كإستلاب وإن بسغت ثم تمحورت وإننا في ظل هذه الديمقراطية ولابد أن ننحشر معها. دير العلمانيين ودير أجهل خلق الله، داير تعرف أكثر زول كلام اخونا ده صح، النازل عندهم ازمه بتاعت مصطلحات، مما يشوفوك جبت الديمقراطيه والسندكاليه
والراديكالية وكذا والكلام ده، الواد بيتخلع، بيجيه صدمة حضارية، يقول لك يا سلام بالله شوف الزول ده كلام كيف، هذا هو السائد، ما عنده موضوع، فهمته؟ فده المنهج العلماني. وعشان كده لابد نتكلم في الناس دي، لأنه ربنا قال وكذلك في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، شنو يا أخواننا؟ سبيل المجرمين. لابد تعرفهم، ناس بيعرضوا كلام الله، بيعرضوا التوحيد. العلمانيين ديل أصلا العلمانية زي ما قالوا أهلا النجراء وجابوها ذاته، قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. قبل شيخ أحمد قال لك ما بتلقى الأحزاب دي واحد بيتكلم لك عن التوحيد أو عن السنة أو عن حق الله. ليه؟ لأنهم أصلا لما قاموا يتلموا مع بعض يتلموا على إنه ما دايرين دين. العلمانيين يخش فوقهم أول حاجة الشيوعيين اللي بيقولوا لا إله والحياة مادة، قاعدين هنا في جامعة البحر الأحمر، نسأل الله أن يلمنا فوقهم، عرفته؟ تلقاهم قاعدين، أنا ما عارف هنا إن شاء الله يكونوا ما في شين هنا، في في شيوعيين هنا ما ظنيت يكونوا في، وهنا لو جاء الجامعة أنا ما عارف أنت شيوعي تدخلك هنا شنو، أنت لو حضرت حصة بتاعت قرآن سايم يمكن تتبخر، فهمته؟ لأنه ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإنت ده ما محلك هنا جامعة القرآن الكريم، والود عامل لك فوق علماني وأفتكر وأرى، وما عنده أي موضوع، وما في علماني فاهم منهجه زي الناس، ما في علماني. يعني تلقاه شيوعي بيتكلم عن الديمقراطية بليد، ما معليش يا أخوانا، صح اللفظة صعبة كده، وهو إنسان حساس ومرهف الأحاسيس وعنده انبلاع في البتاع، لكن هو جاهل والله، ما عارف انت العلاقة بين الشيوعية والديمقراطية شنو. المهم الشيوعيين دول ناس بيقولوا الله ماف، اكبر وسيغة ومرجع، نحن دائما بنرجع الناس لكتبهم، كتاب اسمه البيان الشيوعي، اول وسيغة في العالم مرقت للشيوعيين في 1880، كويس؟ قال فالشيوعية، مؤلف واحد اسمه كارل ماركس، واحد تاني اسمه فريدريك إنجلز، قال فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما. يعني ما في حاجة اسمها دين، عشان كده لينين قال الدين أفيون الشعوب، وبتلقى شيوعيين في الجامعات يجي يقول لك الدين دين الباري وفوق الأرض صراع الطبقة. يعني نحن هنا نعوس برانا، ما في لا تقول لنا إن الحكم إلا لله، ولا السارق يقطع يده، ولا الزاني يرجمه إذا كان محصن، أو يجلدوه يغربوه إذا ما كان محصن، إلى آخر ما يطبقوا فيه الدين والشريعة. فدي مسألة، عشان كده ماركس كتاب اسمه الاشتراكية العلمية والطباوية قال صفحة 7-8 قال وبما أن حواسنا لا تؤمن بغير الأشياء المادية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي أنا أكيد. قل لك أنا حاجة، إذا ما هبشت ولا عينت لها ولا شميتها ما بيؤمن بها، ده الشيوعيين. وعندهم كان كادر زمان اسمه شوقي تعريفة، كان بيقول أنا لا أستطيع أن أجزم أن الله موجود أو غير موجود لأني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية، قال أنا الله إلا أشوفه كده، كان بيجي في الأركان شيوعيين. وطبعا دائما الشيوعية بتنمو في المجتمعات اللي بيكون فيها فساد أخلاقي كثير، عشان كده ده كان شغال في الأهلية. أما هنا الجامعة دي يقول لك دي أزول جامعة بتاعت عزابة، شيوعي ذاته بتلقى ما باقي على النشاط كثير، هسي لو مشيت جامعة البحر الأحمر تلقاه من الصباح واقف في المراية، فهمت؟ ويضرب بونش ويضرب حاجات ويلف الشعر كده يوديه سلالاب غريب، فهمت؟ واقف ما داري جدع ما في بنوت هناك. أنا بتكلم لك عن واقع الناس اللي نحن عايشناهم، لكن هنا الجامعة دي ما بيلقى فيها بنوت، هنا الكديس تلقاه وذكر الله يبارك، فهمت؟ فما عنده شغلة تخليه إنه يقل أدبه. فلما يجي يلقوا المجتمعات زي دي ما بيصرحوا بالباطل بتاعهم، ودي ذاتها نعمة كويس، فهمت؟ وده أخواننا منهج باطل، لأنه ما أي حاجة أخواننا أنا إلا أشوفها حتى أحس بها. ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح شنو؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو ما بيؤمن بالقرآن، طيب يا شيوعي هل تؤمن بالحب؟ الحب يقول لك انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعه خمنا لا انت يلقوك لا انا. طيب يا شيوعي بتؤمن بالحب؟ يقول لك ايوه. كيف يا اخ؟ ولا بد يكون عندك مشاعر. طيب جيب لي ربع رطل الحب، تقدر تجيبه لي؟ ما عندك. يبقى بمنهجك انت ومنطقك مفروض ما تحب، مفروض الشيوعي ده يكون انسان مدبرس سنونه القدام مكسرات،
كرعين وغبش، فهمت؟ راسه مفلك ليه؟ لأنه أنت ما جبت لي كيلو بتاع حب، فده كله هوس. المناهج دي مناهج باطلة، وهم ما بيجوا هنا مش لأن أخواننا الأسلوب وما الأسلوب، لأنه زول دينه ذاته ما عرف الدين الباطل ده، ما عرف، لأنه الشيوعية ذات دين. ربنا قال لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم شنو؟ ولي دين. فالدين الحق يسمى دين، والدين الباطل يسمى دين، لكن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. وعندهم بلاوي كثيرة. في تاني علمانيين ناس حزب الأمة والاتحادي اللي هم قاموا على الطريقة الختمية، طبعا بيكون في علمانيا أنا عارف بيكون عاملين كابتن لابد قاعدين تحت تحت، والواحد بيكون دار يرفع أصبعه وما دار يرفع أصبعه، دار يرفع أصبعه وما دار يرفع أصبعه، فهمت؟ فأنا إحنا ما جايين شايل لنا حاجات وكذا، احنا بنتكلم معاك باللسان بس، وانت لو عندك حجة اقنعنا، ولا خليها العلمانية دي، خليها فيها شنو العلمانية؟ ما في أي حاجة. الناس دي بترطن من الاستغلال أو قبل الاستغلال، ما حكمنا بشريعة إسلامية، استفاد شنو البلد؟ ما استفادت أي حاجة. تاني دار انت تجيبوا لنا علمانية؟ علمانية ليه ذاته؟ نحن بنزل العلمانين مش كده. أنا بسأل العلماني اللي بقى علماني اللي قاعد في الركن ولا اللي ما قاعد، انت بقيت علماني ليه؟ ليه ببقى لك في العزيزة؟ والله بقيت علماني ليه؟ علمانية فيها شنو كده؟ أغنعنا بها؟ أغنعنا بس من ناحية حنك ساكت إنه العلمانية دي كويسة. فده أخواننا مناهج باطلة ومضلة، ودائما يا أخواننا بيحاولوا إنه يطعنوا ويضربوا في ثغة الشباب. عشان كده ودي يا أخواننا للأسف الشديد ثقافة بتاعت مجتمع، ها؟ يقول لك يا زول انت دار تخش الجامعه بتاعت القران الكريم دي ولا الاسلاميه ولا غيرها، انت دار تمرك شنو؟ تقرا دين ليه؟ يقول لك أسوأ القرايه هي قرايه الدين. دي يا اخواننا ثقافه المجتمع ولا احنا جايين من برا؟ الكلام ده صح ولا غلط يا ناس؟ ده كلام صح. السبب في الموضوع ده شنو؟ الاعلام بتاع العلمانيه ده بيغوص في المجتمع، ها؟ هسي في البيت تلقى الابو الود الاول ده تمام وداه جامعه، ده عقله تمام بقاو تاجر، ده عقله تمام وداه وين؟ يقول لك ابلد واحد ده ودي الخلوة، ها؟ زي ما ربنا قال وإياكم ميتة فهم فيه شركاء ساء ما يحكمون، فهمت؟ فدي اخواننا ثقافات وعقليات جابت لنا العلمانية والهوس الموجود في الجامعات دي، ودي اخواننا ما بحل لنا. زي ما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله سكر وبنزين وطماطم واي حاجه وعيش ورغيف وكله ومعيشه وقرايه ومواصلات ما تسهل الا نرجع للدين، نرجع للدين. وما في معارضه يا اخواننا. هسي في زول لبس كويس داير يركب عربيه، العربيه نزلته، ها؟ زول 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 ملتحي مثلا او مقصر، او زول بيصلي الصلوات الخمسه في الجامع، العلم قال له ما تتعلمني؟ حصل؟ ما في. لكن ده يا اخواننا كله من الهوس اللي بيجي يعمل لك العلمانيين وغيره، فده اخواننا كله كلام باطل. عشان كده احنا لو دارين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، الدين ده قائم على اصلين، توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. رب واحد بنعبده، ما في ارباب متفرقين، زي ما ربنا قال أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. السودان ده مقسم لارباب، تلقى في بيجاي كسله وبيجاي وبيجاي الختميه، تلقى أهلنا هناك في الغرب تجانية وسمانية البرعي، في النص بتلقى معرف قادرية ومين المرين ومين ومين، تمشي الشمالية بتلقى برضو ختمية ومعهم قادرية. البلد كلها موزعة، كلها طرق، وأي ناس بيعبدوا لهم في راجل مخلوق وميت مدفون ما يملك لنفسه شيئا، لا بينفع لا بيضر لا بيسمع لا بيغيث، لا ينجدك في الشدائد، لا يرفع عنك ضر ولا بلاء، وفوق ذلك كله أنك تخرج خارج الدين والإسلام. لأن الموضوع ده يا أخواننا ما فيه لعب. شوف أنت الإسلام ده عنده قواعد، القواعد دي بقت صح بتمشي لفوق صح، بقت غلط بعد ما عندك عمل. بني الإسلام على ده يفيد التمكن، إنه ده الأساس، التوحيد والعقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى. لكن تعال شوف الطرق، طرق يا أخي في السودان غير الله بيخلق. إبليس عارف إنه غير الله ما بيخلق، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته شنو؟ من طين. الليلة البرعي بيقول لك الأولياء بتاع إنه بيخلقه، قال مصطفى عركينة
مع ودع علي المكروم وتتى الفلات القلب العود مفهوم. طبعا يا اخواننا ما مشكله انه تبقى ولي من ياتو قبيله، دي ما فيها مشكله، ولو في زول بقى عنده مشكله في الموضوع ده، ده زول ما نصيح، لانه ربنا قال ان اكرمكم عند الله شنو؟ اتقاكم. لكن كونه تقول لي الولي بتاعي ده بيخلق مع الله سبحانه وتعالى، ده الباطل وده الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الفكيده، والكلام ده جابه احمد عبد المحمود نور الدائم في كتاب اسمه زاهير الرياض. قال الفكيده لابد نتكلم فيه عشان تعرفوا. ابن عباس قال سوره التوبه ما زال ينزل فيها ومنهم 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 حتى ظننا انه سيسميهم باسمائهم. لابد تتكلم في الناس، لانه يا اخواننا الفكر بيحملوا ناس. هسي حصل يوم جيت قعدت هنا، الحيطه دي برا قالت لك خشوا معانا العلمانيه، حصل النشاط ده برا وبس سمعت فيه صوت ما عارف مصدر وين انه بيتكلم بيطعنوا في الدين، ها ما في. لابد اي فكر غايمين به اشخاص، فلابد نبين لك ونعريهم ونوضح للناس الحاصل شنو. قال ده داير خادم، مرته قالت دايره خادم واصرت عليه، زمن ده كان في خدم بيشتروه نظن، فقال شال له فاس وتوب ومشى شجر ساق معاه الحوار، قطع له عود قدر الانسان وغطاه بالتوب، قال واخذ سبحته ثم جعل يذكر الله بهمه عاليه ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة، قال فتحرك العود ثم صار أمة، قال فأخذتها من يدها فأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. والله يا أخوان، وربنا قال في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شنو؟ من علق. البرعي قال لك من شدر، هذا يحلوها كيف؟ ناس بيشيلوا التراب، يا أخي السودانيين الآن بكوركوا في البنزين والبتاع، تجيب لهم حصوة، تجيب له حصوة تاني، ناس يشوفوا في التراب جايبين الطينة بتاعت المكاش في الكيس بعشرة جنيه ومعاوة الدردمة زيادة، ها والله معاوة درابة زيادة. يا ناس يا ناس والله، تمشي حمد النيل ولا غيره من القبور ولا القبب، تمشي يوم الزيارة دي بالليل يكبكم تراب، الصباح تلقى فاضي. ده ما معناه الناس شغالين مع دكاترة الكلى ولا الحاصل شنو، في شنو يا ناس؟ فده وصلنا للموضوع ده، أها بيحصل شنو؟ ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. قال ابن كثير والفساد هو غلاء الأسعار وشدة المؤونة وجور السلطان وذهاب البركات وحلول المصائب. ظهر الفساد في البر والبحر، السبب شنو؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. فدي أخواننا المشكلة هنا، ولذلك الحل شنو؟ الحل نرجع للدين، الحل نبدأ بما بدأ به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما انجلى أهل مكة مقطعين، فقراء، حروب، مشاحنات، قبليات، فتن، مصائب، كويس، زنا، خمور، غير أي بلوى في راسك بتلقاه موجودة. بماذا بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأهم بالعقيدة، وطلع فوق لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا. السيرة دي يا أخواننا ما يقروها لنا في الجوامع والناس يتمخطوا والواحد يبكي، يا سلام السيرة عظيمة، ونقوم نكفل الكتاب ونمش، بعد ما تبكي امشي طبق. النبي عليه الصلاة والسلام طلع جبل الصفا، قال لو قلت لكم، وقال وصباحه وصباحه الناس يتلموا، قال لو قلت لكم إن جيشا وراء الجبل أو في سفح هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ لو في ناس دارين يهجموا عليكم يا أهل مكة هل بتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن ذلك ما كانوا فاهمين الكلمة لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناته إنه غير الله نخليه ونمسك في ربنا سبحانه وتعالى ونعبد وحده ولا شريك له. فقال لو عمه تبا لك ألهذا جمعتنا، فنزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر الصورة. عشان كده أخواننا دي دعوة الرسل. وعائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، الحديث في البخاري. قال ولو كان أول ما نزل أن لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا.
النبي صلى الله عليه وسلم صبر وطلع الطائف جبال طويلة وصعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مشى الطائف وبلغ الدين ورجموه عليه الصلاة والسلام بالحجارة وصبر على الدين وخالف قومه كلهم كويس. بعد ده ما تنازل عن الدين والتوحيد. وده بعد ما الناس وحدوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أمن لهم جزيرة العرب. يا أخي العرب كان بيشاكلوا في كلبة بيدوروا فيها حرب سنين طويلة، في مرأة يدوروها سنين طويلة كويس، في قبيلة شعرة يتلاقوا في مجمع الأسواق بتاعتهم دي عكاز وزي المجاز وشنو، واحد يقوم فوق يقول شعر، بعد شوية يهجوا القبيلة الثانية داك بيطلع سيفه، الشغلة بتدور ال 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 أنها الأمور دي كلها وخلاهم إخوة شنو ده التوحيد والعقيدة. لكن تلقى أسي أخش أقرب جامع تلقى الصف الأول أنصار سنة، صف الثاني تجانية، صف الثالث سمانية، صف البعدي وجبهجية، البعدي وأخوان مسلمين، بعدي وتكفيرين تابعين لعبد الحي يوسف، بعدي ما أعرف تابعين لشنو. هو الساكت يقول لك فلنجتمع، طبعا أخواننا عندنا ختمة ونجتمع على الزلابية، وهم قلوبهم أي واحد خدتها للتاني، أي واحد داري يبقى رئيس اللجنة وأي واحد داري يمسك المنبر والإمام، الأمة كده ما بتتقدم وما بيتكلموا في العقيدة والتوحيد حق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله إلا ما أصلح شنو يا أخواننا أولها. ما بننصلح والله ديمقراطية منهج بتاع أخوان مسلمين منهج بتاع غيره إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيودينا لقدام. وفي نقطة مهمة لا بد ننبه عليها، نحن ما تابعين لأنصار السنة، بل لقينا أنصار السنة ذاتهم باعوا الدعوة للتوحيد وبيقوا ماشيين مع العطالة مع الصوفية، صار السنة ذاتهم بكل أجنحتهم صار السنة. داك رئيس أنصار السنة اسمه مطر أحمد إبراهيم داك في الأبيض في الغرب هناك، قال نحن ما بنرضى في الصوفية ولا الأخوان المسلمين ولا الأخوان المسلمين الصوفية بيرضوا أنصار السنة وكلنا إخوة، أنت سوداني وسوداني أنا منجو زنبيري فضمن الوادي فمن يفصلنا، شغل باعوه. وفي واحدين تانين بيقوا أنصار سنة تانين بيقوا يتريضوا مع تابيت بطرس بتاعت الحركة الشعبية، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، شغل دي باعوه زمان أنصار سنة. فنحن زي ما قال لك شيخ أحمد ما تابع إلا أنصار سنة، أنصار سنة دي جماعة حذروا منا العلماء وكذا، نحن بس بندعوك للكتاب والسنة، كلامنا ده حار كلامنا ده حار لكن ده الحق. ما تبار اي جماعة وانت الا تكون في جماعة يقول لك لا لا يا اخ لابد تكون في جماعة، هالدليل شنو يد الله مع الجماعة وانما يأكل الزيب من الغنم القاصية. عليك الله مما جيت بر لهم ليلة حصل لقاك مرفعين لافي في الجامعة دي ما حصل صح، يبقى ده ما فهم الحديث. فهم الحديث تكون مع جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وامام المسلمين، وبعد ذلك تتقي الله سبحانه وتعالى ببيان الحق والتحذير من الباطل. لكن ما تقعد تباري لك جماعة، جماعات دي بتورطك. ربنا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكلام ده كله بيختصر لك حديث واحد حديث معاوية رضي الله عنه وهو عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي أو من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في الدين. لأنه بيجيك واحد علماني يقول لك أيوة يعني نجي الجامعة بالحمار وإنت حمار عندك كذا خليك تجيبه الجامعة، لكن ما قلنا لك في الدنيا، الدنيا دي تعال بطيارة أنزل في الجامعة دينا بهليكوبتر وأباتشي وام 16، انت مش علماني ومنجض هاي انزل الجامعه باي حاجه، لكن تكون على جنوم وتخلي اسم العلمانيه دي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.